بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو University of People UO People حيكون هناك هاشتاج في التويتر، وأيضا University of Lead. أي جامعة ليد، University of People جامعة الناس. سنلاحظ التسجيل جامعة University of People هي تدرس تعطي شهادات، طبعا هي أمريكية، تعطي شهادات جامعية أو ماجستير. طبعا احنا هنعتمد الماجستير. سجلت، ستشاهد يعني سجلت الإيميل تبعي. طبعا في اختيارات، يعني التسجيل سهل، حتى ما طلبوا الاسم. هل انت يعني دخلنا على انستراكتور او مدرس وطلبوا اسئله، عندك شهاده؟ قلنا نعم. يس نو. عندك او تقدر تدرس 15 ساعه في الاسبوع؟ يعني 15 ساعة في الأسبوع يعني 3 ساعات كل يوم مدة 5 أيام مثلا. فحددنا يس. موافق أنت على نظام الجامعة وكذا وهدف الجامعة؟ قلنا يس. واخترنا نعم. بعدين يطلب الإيميل، حطينا الإيميل. إذا طريقة تسجيل سهلة، بمعنى هنتطلب من، يعني لو أعطينا نحن كورس، لأنه هيتصلوا بي يطلبوني إيش الكورس اللي أنا، فهنحط الكورس اللي هو 1 on 1 8 ساعات ليد. هنحط كل المواد على أساس نعطي، يعني اللي يسجل معايا ياخد MBA. فمواد 101 كلها هنحطها، اللي هي تقريبا 48 ساعة، 16 في 3. وشكرا. هذه الرسالة موجهة لعميدة القبول والتسجيل الأستاذة وفاء، اللي تم تعيينها كعميدة قبول وتسجيل في جامعة ليد. إذا كم عمادة عندنا؟ عندنا عمادة قبول وتسجيل، وعمادة في الكلية اللي هي ليد، كلية ليد، مع يعني مباني خضراء في الطاقة، وكلية ليد في البيئة، بيئة المباني، وكلية ليد في التصميم. يعني كأنه عندنا 4 كليات، هذه في جامعة ليد. وشكرا.